سلاح الكلاشينكوف. سلاح الكلاشينكوف الذي هو بالواقع العام انه سلاح فردي خفيف الوزن يستخدم للاشتباك القريب ويستخدمه عناصر القوات. السلاح هذا يتكون ايضا من عده اجزاء تكون الاكسام والاشياء السلاح. اهم الاجزاء اللي فيه السبطانه بدل السلاح المخزن الاقمص وايضا الاجزاء المتحركه بداخل. واضح؟ طيب فقط من اجل الرمايه السلاح هذا بيكون الان في وقت الان هو في وضعيه حماس. واضح؟ التكه الاولى من وصلت انا في وضعيه ايش؟ نعم ولكن بشكل سريع صح؟ الاخيره ايش؟ طيب السلاح الثاني اللي هو السلاح البيكسي. سلاح البيكسي الذي بنسميه بالشعبي شيكي على البندقيه الشيكي القديمه. واضح؟ طيب هذا السلاح ايضا هذا مداه الفعال 400. هذا السلاح ايضا بيستخدم لاسناد القوات ولكن اسناد من قريب. واضح؟ وهو يضم السلاح العضوي للمجموعه اسناد وتغطيه لقوات المجاه من قريب. واضح؟ السلاح طبعا هو من اسلحه الدفاع الجوي. واضح؟ ما الذي هو مضاد؟ ليش؟ للطيران. هذا مضاد للطيران ايضا الاجزاء الرئيسيه له السبطانه جسم السلاح اليه التزويد والتغذيه. انا حيث بنوضع الشريط ايضا باقي معاه في القاعده حاضن انتم حتشوفوها وقت التطبيق العملي حاضن وقائمه ثلاثيه. اهلا وسهلا بفخامة الاخ الرئيس مهدي محمد المشهد والاخ رئيس هيئه الاركان ومرافقيهم. اهلا وسهلا بكم في ميدان العزه والشرف في ميدان الرجوله. نترك الكلمه له. السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته. فخورون ومسرورون بهذا الحضور وهذا التواجد وهذه الروحيه التي يتحلى بها رجالات الدوله. أنا كنت في الطريق وأمامي مسير من كشافة طلاب المراكز الصيفية وكان هذا محط سرور وفخر لنا. اليوم أنا بين رجالات الدولة ونحن في الميدان نؤهل أنفسنا ونربي أنفسنا لأننا نملك قضية ولدينا عدو يتربص بنا لكنه أمام هذا الوعي وأمام هذا الحضور برجالات الدولة كبار رجالات الدولة والشعب والقيادة في مواجهة هذا التحدي. إن هذا هو صمام الأمان لإفشال مؤامرات الأعداء. سنواصل المشوار نحن في مؤسسات الدولة مع قيادتنا ومع شعبنا حتى تحرير كامل التراب الوطني لبلدنا وحتى رفع الحصار والظلم عن أهلنا في غزة. سنواصل المشوار وستكون هذه الميادين مزدحمة بكل فئات الشعب، رجاله العسكريين والسياسيين وعامة الشعب جميعا. سنتجه إلى ميدان المواجهة كل فيما يخصه حتى ننال الحرية الكاملة لبلدنا بإذن الله. القدرات العسكرية التي تمكن منها الأخوة في القوات المسلحة وأمام الأخ رئيس هيئة الأركان شيء لم نكن نتصور أن نصل إليه. أعتقد أن الكثير منكم سمع تصريح الدكتور بشار الأسد قبل أيام بأن اليمن أصبحت قوة عالمية. كل هذا بفضل الله وبفضل هذا القرار الحكيم الذي اتخذه قائد الثورة يحفظه الله
لذلك لكم شرف المشاركة في هذا القرار مع أبناء شعبنا. لولا قيادة السيد عبد الملك نحن كلنا جميعا نعرف أين كان اليمن وأين كنا وأين كان مستوانا. لكن هذه القيادة الشجاعة الحكيمة التي رفعت اليمن إلى مصاف الدول العالمية، الآن الأمريكي يتذلل ويتوسط ويتودد، لكنه يضعنا أمام مخاطر وأمام محك كبير يتعلق بديننا وكرامتنا، وإلا فهناك الإغراءات الكبيرة لنا نتلقاها حتى نتوقف عن هذا القرار ونرفض، لأنها تتعارض مع ديننا ومع قيمنا ومع مبادئنا. قرار المنطقة، قرار السلم والحرب، قرار الأجواء المحيطة بهذه المنطقة أصبح مرهونا تحت إشارة إصبع السيد القائد. حبت النفس في الغزنات.